عبد الرحمن محمد محمود تليان لو كم إذا هم شرحين تساك وورد يبوحين تجدي دوان وبني قدومي عبد الرحمن محمد عبد الله إرو أو قيبا كم دور في ديان كقدر ويد كلها ضي قدار جيسا أي ضبول كك قاضي إنه يسق يحب مشرح تساك كوكو ليستي هو قامين تشر قدوم كعقل كوكيل دا عبد الرحمن محمد تليان لا أي هوس تك حريقي فرين كارهن دن أدري مشرح صاحبك أكل ترتمي تجدن بعش محمد فرع وغنا باقي نوكو همبليهيو غوشا فاديغاسي وكسو هوي إساقونا اسكانايا إن حيليغان اوغادال كسو غادي إن ساقالي سودان كي مدوني فاديغاسا كهال ديري دالة تلمامي إن لغي غوليستي ويساقو هم شريحيكو غوليستي إذا مركاناكو هقاميني ساقالي سودان مدوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وثناء لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عبد الرحمن محمد تلينلي حيليبان عبد الرحمن محمد تلينلي وحن هلكن كعدينية ومد سومالن كودهان إيو غارهان قوله وكيلته مانت دورشدي يعطكي لقاضي إيان صاحب كي كتان يدي باشا محمد عده حقيق دي باصوب أحضي لقب بلابي من قوانة لحظة قدوميها قوله وكيلته إلا دورتي وانيا حقيق دي دينا وان هيا سقالي إيه صدنك حلبان إعودي إيه عدة أيو عوديين وعبد الرحمن محمد تليان له سيدة درتيد Speaker of the House سومالي لان وانيقا وحن نوشيغي صاحب كيباش محمد فارح وان تهني دي أنو لله النمو إيطاع النمو واجب كاكو قدني إن أرنتي إسبد شيء oo isaga maanta looga baahan yahay xaqiiqda jirta iyo codkii majority-ga ahaa halkuu maray inuu aqbalo naguna tan eedeeyo wadanka ka soo baxay Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Jaleenle ay waxuu ku soo beegmay xilli qayb ka mid ah 40 saaka baahiyeen inuu ku guuleystay fadhigaasi shirku doominta aqalka wakiilada musharixii digiisa ahaa ee la tartamay Baashe Maxamed Faarax ilaa haddana ma cadda مشرح رسمي ugu guuleystay buuxinta tagada shir gudoonka ee dhawaan u baneeyay gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Erro maadaama uu labadii musharax ee tartanka ku dhaxmaray mid kasta si gaar ah guushiisa u sheegtay oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ee caalamiga Soomaali Cable magaalada Geysa.